المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا قسم بالقرآن على القرآن، فأقسم بالكتاب المبين وأطلق ولم يذكر المتعلق، ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا المقسم عليه أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك فقال: لعلكم تعقلون ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي هذا الكتاب لدينا في الملأ الأعلى، في أعلى الرتب وأفضلها، لعلي حكيم أي لعلي في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يجتمع عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي ألا يترك عباده هملا، لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين، فقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له، بل ننزل عليكم الكتاب ونوضح لكم فيه كل شيء، فإن آمنتم به واهتديتم فهو من توفيقكم، وإلا قامت عليكم الحجة وكنتم على بينة من أمركم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. يقول تعالى: إن هذه سنتنا في الخلق أن لا نتركهم هملا، فكم أرسلنا من نبي في الأولين يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، جحدا لما جاء به وتكبرا على الحق. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وأفعالا وآثارا في الأرض. ومضى مثل الأولين، أي مضت أمثالهم وأخبارهم، وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يخبر تعالى عن المشركين أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحده لا شريك له، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور ومواطنها وأوائلها وأواخرها، فإذا كانوا مقرين بذلك فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك، وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارا للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون. وجعل لكم فيها سبلا، أي جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار، لعلكم تهتدون في السير في الطرق ولا تضيعون، ولعلكم تهتدون أيضا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماء بقدر لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضا بمقدار الحاجة، لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد، بل أغاث به العباد وأنقذ به البلاد من الشدة. ولهذا قال: فأنشرنا به بلدة ميتا، أي أحييناها بعد موتها كذلك تخرجون، أي فكما أحيى الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف جميعها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، من ليل ونهار وحر وبرد
وذكر وأنثى وغير ذلك، وجعل لكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، ومن الأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لتستووا على ظهوره، وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام، أي لتستقروا عليها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وإن ذلك باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنافي الولادة، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين، فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها، فإذا يكونون أفضل من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه مسودا من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى أومن ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله، فيجمل بأمر خارج عنه، وهو في الخصام أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، أي غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبونهن لله تعالى. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم، ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعا، فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه، وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله، فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا،
ولهذا قال هنا: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه ويتخبطون خط عشواء. ثم قال: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم. ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم، لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يعدون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.